كلمة لو دي بتداري فيها ناس كتير فاشلة قوي يا كابتن. اوكي كلمة لو، لا اصل لو الاهلي لاعب الهلال السعودي، اصل لو اللاعب الفلاني التزم من بداية حياته كان زمانه راح في سكة تانية، اصل لو المسؤول الفلاني اللي موجود كان زمان النادي بقى في حتة تانية، اصل لو الحكام كانت مظبوطة كان زمان الامور بقت في حتة تانية. كلمة لو دي لو النادي الاهلي طبقها كان زمان الاهلي واخد كاس العالم للاندية من زمان. لو انت بنفس القصه بقى، لو احنا لو الكابتن الخطيب لسه بيلعب لحد دلوقتي كان زماننا بننافس على كاس عالم الانديه، لو كابتن لو بوتريك كان موجود، ما هو نفس المبدا، ما هو فكره لو اللي بتفيد الاستحاله اللي هو ايه، لو ان انت بتدرى فيها، لو انا قابلت الهلال السعودي هيكسبني، طب انا لسه كسبان الهلال السعودي. وكانوا برضو قبل المباراه كانوا بيتكلموا في جزئيه ان المحترفين بتوع الهلال السعودي كانوا هيعملوا علينا حفله، وكانوا هيعملوا علينا قصه، وكانوا هيعملوا علينا ليله طويله، واحنا في الاخر طلعنا بنبي الستر. يعني كانوا الجمهور الهلال كان ساعتها طلع بهاشتاج نبي الستر، عايزين الستر. وبالتالي الفكره كلها انت لما تقابل النادي الاهلي بيحصل لك كده، اول ما تخلص الموضوع يقول لك اصل لو دي كلمه انت بيداري فيها اي واحد فاشل عشان يداري ضعفه قدام بطولات النادي الاهلي. هي دي المداخله اللي كنت عايز اتكلم فيها مع الدكتور احمد ثابت.